انا ما معي حتى تليفون. فعزته وكسرته. مين عم يتصل؟ اذا جنكيز ولا مالي هون؟ تليفون الي؟ مين؟ اخي انا مديون لك بحكايه حلوه، ما بتتذكر؟ بنصفي حسابنا وانت رايح اذا بدك. شو بحكي الحكايه؟ احكي خال. اها، بيوم لما كنا جوا شفت شاب ببحث السجن. كان الشاب تعبان كتير، كانت الدنيا كلها مطربقه فوق راسه وحزين. انا رحت لعنده، قلت له انت ليش زعلان هيك يا ابن اختي؟ اطلع، قال لي يا خال قتلوني ودفنوني هون. انا ضحكت، قلت لحالي بخفف عنه شوي. قلت له يا ابني كل اللي شايفهم هون يا اما عم يموتوا يا هن ميتين من الاساس. رفع هذا الشاب راسه وطلع علي، قال لي مو هي المشكله، المشكله مو الموت يا خال. بتعرف شو كانت المشكله اخي؟ شو كانت المشكله؟ انه مات باسعد يوم بحياته، انه هذا المسكين مات باليوم اللي عم يحلم فيه باحلى واصدق احلام حياته. وبتعرف شو كمان؟ شو كمان؟ المشكله مو بالموت ابدا، المشكله انك تنقتل وتموت على ايد اكثر صديق بتحبه وبتوثق فيه لدرجه انك بتعطي روحك. هي كانت مشكله هداك الشخص المسكين. هلا عرفت مين هو؟ هذا الشاب اللي التقيت فيه بالباحه اخي. انت سالتني شو بده عمر، وانا هلا فهمتك شو بده. ما فهمت خال، فهمت. هذا بده يستقوي هدفه، مشان الله كون انت اخي. عرفت وعم تستنى. شفتك بالمنام.
ما بحسن أنا ما بحسن، ما بعملها أخي، سامحني، ما رح أعملها، أرجوك سامحني. هلا شو بدي اخذك معي ولا انت مجنون؟ نحن رايحين نطمس بالوسخ. قوصني اخي، يا بتقوصني يا خذوا مني، يا اقطع لي الكرت يا سامحني اخي. ديفو انت لهلا لسه مانك منتبه، انا وانت اليوم نجحنا باللي كان مستحيل، اليوم خلعنا رسلنا ورميناها لبعيد، انا وانت اليوم ترفعنا من رتبة كلب لرتبة بني ادم. ما بدك تقوصني؟ اليوم ما رح اوصك. يعني بدنا نروح على فارنا؟ لك دخيل فارنا تبعك انا، راجعين على اسطنبول، بدنا نحرق نفس كل واحد فكر يستغلنا. شو قلت لي بدك تعمل فيهم؟ مثل كل شيء تاني، بيوم من الأيام بدي استخدمهم. وهي صدقتك؟ صدقت. لأنك قلت لها الحقيقة مثل ما هي يا ابني. هي أحسن طريقة لتخدع حدا. إجا. صدقك ما هيك؟ أنا مو على الفاضي قلت لك صرت معلم يا ابن أختي، أنا متأكد إنه أنت بتحسن على شغلات حتى أنا بتردد إني أعملها. أنت اللي لعبت الطفار مع علي يا خال، أنا بس غيرت النتيجة. ردته يعيش اللي عاشه عمر، ردته يوثق فيه للموت. ردت علي يحط روحه أمانة بين إيدين توفيق. بقد ما وثق عمر بصديق عمره علي، ردت علي يوثق بتوفيق. ردته يفكر حاله إنه بيقدر ينفذ. ردته يفكر إنه بيقدر يكمل مشوار ويبلش من جديد. ومثل ما أنت ظنيت يا ابني، المشكلة هي مو بالموت. الموت أحياناً بيكون رحمة لصاحبه، بس أنت لقيت طريقة أحسن ما؟ لما شفت الزلمة خطرت لي يا خال. الزلمة شفته وقت كنت عمر، شفته بالمحكمة وبالورشة، وهلأ رجعت شفته. اللي عملوه مع عمر بالزمانات بدهم يعملوه معي هلأ يا خال. وأنت بدك إياهن يعملوه يا ابن أختي؟ إيه بدي إياهن يعملوه، طبعاً يعملوه، حاسب لهم لكل خطوة مفكرين فيها. وعلي شوي تانية بيتدخل. لازم نعرف مين غير اتجاه الرصاصة، مين اللي غيرها بآخر دقيقة. احكي الحقيقة، احكي يا ابني. عمر هو اللي أشفق على صديقه علي، ولا يزيل لقى الطريقة الأفضل لحل الأمور؟ ليش اتصلت بالآخر وقلت لي لا تقوصوا، لا تقوصوا خال؟ ليش؟ يمكن اثنين يا خال، لو إنك عملتها يمكن ما ضللنا حدا جوا. إذا عم يلعبوا لعبة جديدة هاي المرة ما رح نبقى براتها بمعيتك. أنا لعبت دور السفير بس، اتصلت بتوفيق وهو معه، وبدل ما قل له قوص قلت له لا تقوص. توفيق لازم يزبط الأمور، إذا ما نسي مين هو وشو عم يساوي ومين عم يخدم، ساعتها علي رح يكون عم يشتغل لصالحنا وبدون ما ينتبه. طيب أنت منتبه مين عم تخون حضرتك هلأ وليش يا ابن أختي؟ في شي ما منه مهرب يا خال، كلنا بيجي يوم ومنوقف
بنلاقي حالنا عم نخون شي حدا.